ومن الأسباب التي جعلت لهم العذاب الأليم أنهم يفسدون في الأرض ويدعون أنهم مصلحون، وغاية الإفساد في الأرض مخالفة شريعة الله، فكل من خالف شرع الله فهو مفسد، خصوصا إذا سعى لنشر المعصية في الخلق فهذا مفسد. الأول الذي اقتصرت معصيته على نفسه أفسد نفسه، ومن سعى إلى جعلها في الناس فهذا مفسد لغيره. وحينئذ نعلم أن القاعدة الشرعية أن دعوة الإنسان لنفسه لا تقبل إلا بدليل، وأن كل من ادعى صلاح نفسه واستقامة حالها فإنه لا يقبل منه ولو أظهر مظاهر الصلاح حتى تقوم البينة على ذلك. ولذلك في باب الشهادة إذا شهد شاهد ومظهره الصلاح والاستقامة لم تقبل شهادته حتى يأتي من يزكيه ويشهد بأنه من أهل الخير والصلاح. ولهذا نجد أن بعض أهل الدعوات المضلة يحاولون سوق الناس إليهم بإظهار أنفسهم بمظاهر حسنة يخدعون بها الخلق، ومن ثم فهذه المظاهر لا يعول عليها في الحكم الشرعي، وإن كانت هي مظهر من المظاهر التي يستنبط منها صلاح العبد، لكن لا ينبغي بمؤمن أن ينخدع بها.